الدرديرة عائلة اشتهرت بتعدد مواهبها في السياحة الصحراوية منذ الثمانينات، حيث كانت أفواج السياح الأجانب لا تنقطع. هو الشيء هذا جاي من حياة الوالد، يعني بدايته كان يحب صيانة السيارات والصحراء والرياضات الميكانيكية. تعلمنا على يدي حقيقة دخول الصحراء والمغامرات الصحراوية، الرحلات والسياحة. السياحة يعني من 92 93 استقبلنا أفواج سياحية، حتى الوالد كان معنا، استقبلنا رحمة الله عليه، استقبلنا أفواج سياحية من ألمانيا وقصينا بهم الصحاري وزاروا عدة أماكن سياحية في ليبيا. قبلنا من رتب مزبوط. هنا يسير الشقيقين خالد وصلاح على خطى والدهم الراحل محمد درديرة إلى قيادة أكبر مشروع ليبي لإحياء السيارات القديمة وإعادة الحياة إليها من جديد وإخراجها من تحت الرمال. زي ما يقولوا إنقاذ المركبات القديمة أو السيارات القديمة اللي هي السيارات الكلاسيكية. عندنا شغف أو هواية في هالمجال، أنا وأختي أصغر مني في جمع بعض السيارات الكلاسيكية القديمة ونصينوا فيها، من ضمنهم دوج برواغن موديل 52، تويوتا ستاوت قديمة جدا هي موديل 66، سيارات الداتسون، السيارات الروسية، سيارات التويوتا القديمة. يعني نحاول نجمعوا في السيارات المتهالكة هي، والأهم ميزة أن تلقى السيارة يعني باقية على حالها، هي تجي سيارة متهالكة منتهية احنا نصينوا فيها من جديد. مهنة شاقة ومتعبة ومكلفة وتأخذ وقتا كبيرا، لكن الناس فيما يعشقون مذاهب. هي أصعب مرحلة في الصيانة هذه هي أنك كيف تتحصل على القطع غيار. طبعا في بعضها نلقى في ليبيا، في بعضها بتخش على الأسواق الأوروبية بتبحث وبتبعت برا وبتشري وبتحول فلوس. لقنوات 218 محمد الحضيري، الزنتان.